في إطار الأنشطة الثقافية التي ينظمها مسلك ماستر تراث وتنمية بجامعة ابن زهر بأكادير، نظم يومي 24 و25 ماي 2014 بمدينة تيزنيت ندوة علمية حول المجتمع المدني والتراث الثقافي، وذلك بتعاون مع المجلس البلدي لمدينة تيزنيت وعمالة الإقليم وبتنسيق مع الجمعية المغربية للتراث وبحضور ممثلي المجتمع المدني المهتمين بمجال التراث بكافة أنواعه المادي واللامادي بالجنوب المغربي وكذلك طلبة الماستر. وكان هدف المنظمين لهذا النشاط التعريف بمسلك الماستر تراث وتنمية وكذلك التعريف بالتراث الذي يزخر به الجنوب المغربي ومحاولة إشراك الجميع في المحافظة عليه وتثمينه ودراسة الوضعية التي يعيشها التراث بالمغرب بصفة عامة وبالجنوب بصفة خاصة. هذا وعرف هذا النشاط عدة مداخلات تتمحور بالأساس حول المجتمع المدني وعلاقته بالتراث ووضعيته الراهنة والقوانين والمؤسسات المكلفة بحمايته. ومن جملة المتدخلين نذكر السيد حسين الفرز عن المديرية الجهوية للثقافة في موضوع السياسة الثقافية بجهة سوس مسا درعا، والأستاذ عبد الواحد أمليل عن كلية الآداب بأكادير في موضوع التراث الثقافي والتنمية، والأستاذ مولاي إبراهيم كومغار عن كلية الحقوق بأكادير. مداخلة الجهوية الموسعة والمسألة الثقافية كانت من تقديم الأستاذ محمد مهدان عن كلية الأدب بأكادير، أما المداخلة الخامسة فكانت حول موضوع حقوق الإنسان والشأن الثقافي من تقديم الأستاذ عبد اللطيف الهلالي عن كلية الحقوق بأكادير. والمداخلة الأخيرة تمحورت حول دور المؤسسات الدولية والوطنية في المحافظة على التراث الثقافي المغربي من تقديم الأستاذ محمد بوصالح مدير مركز صيانة وتوظيف التراث المعماري لمناطق الأطلس والجنوب المعروف اختصارا بسيركاس. الفترة المسائية تميزت بانطلاق الورشات في موضوع المجتمع المدني والمحافظة على التراث اللامادي، في حين تمحورت الورشة الثانية حول المجتمع المدني والمحافظة على المواقع الأثرية، أما الورشة الثالثة فكان موضوعها المجتمع المدني والمحافظة على التراث المبني التاريخي والتقليدي. وتواصل تشغيل هذا اللقاء يوم الأحد 25 ماي 2014 ابتداء من الساعة 9:30 صباحا بمتابعة الورشات بموضوع المتاحف والمحافظة على التراث المنقول بالجنوب المغربي، متبوعة بورشة التشريعات القانونية المغربية المتعلقة بالمحافظة على الآثار والتراث، ليختتم اللقاء بعرض نتائج أشغال الورشات ومناقشتها وتقديم توصيات الندوة.